طلبتنا الأعزاء، اليوم راح نأخذ موضوع لحل منظومة من المعادلات. مثل ما تعودنا، المواضيع السابقة هي كانت لحل معادلة single questions، معادلة واحدة من متغير واحد. هنا اليوم راح نأخذ موضوع جديد، هو حلول عددية لإيجاد معادلات لمنظومة معادلات، إيجاد حلول منظومة معادلات غير خطية. كنا نعرف بالمواضيع السابقة اللي أخذناها عندنا اعتمادنا على متغير واحد بمعادلة واحدة. هنا راح تختلف الآلية، آلية العمل مالت راح نشتغل على معادلة أكثر من معادلة. واختصرنا عملنا بهذا الفصل بأن نأخذ معادلتين بمتغيرين. أول طريقة راح نطلع عليها وناخذها هي طريقة التكرارية النقطة الثابتة، اللي هي الفيكس بوينت اتريتيف ميثود. حتى باجي عقب الامتحان إذا أجاك طريقة لعفو حل معادلة باستخدام الفيكس بوينت اتريتيف ميثود، هنا أنا حتى ليس للدوخ. من نشوف معادلة واحدة الطريقة السابقة اللي شرحناها، ومن نشوف أكثر معادلة معادلتين لا، راح نشتغل على هذا النظام اللي راح ناخذه. عندنا معادلتين، معادلة بذات الـ F للـ X والـ Y، ومعادلة ثانية G X Y. من دا أشتغل على منظومة معادلات لازم عدد المعادلات مالتي تساوي عدد المتغيرات، تكون مساوية حتى أقدر أطلق حلول، وحلول تكون حلول وحيدة. الصيغة الأصلية اللي تكون عندنا اللي تأخذها بالسؤال هي F الـ X Y و G X Y مساواة للصفر. حتى نطلع قيم الـ X Y راح نستخرج مثلا من المعادلة الأولى قيمة X، نسوي معادلة بذات الـ X، والمعادلة الثانية قيمة بذات الـ Y، أو بالعكس من المعادلة الأولى نطلع دالة بذات الـ Y ومعادلة الثانية نطلع دالة بذات الـ X. راح نعرف شنو السبب اختيارنا معادلة بذات الـ X ومعادلة بذات الـ Y. هنا من استخرجنا معادلة الأولى بذات الـ X ومعادلة الثانية بذات الـ Y، راح نجي نشتقهن. المعادلة الأولى مرة بالنسبة إلى X، مرة بالنسبة إلى Y، المعادلة الثانية مرة بالنسبة إلى X، مرة بالنسبة إلى Y، حتى نعرف ليش هنا من المعادلة الأولى طلعنا X ومعادلة الثانية طلعنا Y، إيش وقت أقدر أبدلهن. راح نجي نشوف خطوات حل للمعادلة أو هاي الطريقة الفيكس بوينت اتريتيف ميثود لحل منظومة المعادلات غير خطية. أولا عندي معادلتين أساويهم بالصفر، F الـ X والـ Y و G X Y. مثل ما قلت لكم الشرط الثاني لازم يتحقق عندنا، عندي initial condition، شروط ابتدائية حتى أقدر أشتغل. راح المعادلة الأولى F الـ X والـ Y يساوي لي صفر، راح أطلع منها معادلة بذات الـ X أو معادلة بذات الـ Y، ونفس الآلية هنا معادلة الثانية G الـ X والـ Y يساوي لي صفر، أطلع منها معادلة بذات الـ Y أو معادلة بذات الـ X. هنا الخطوة الثالثة أو أي الخطوة الثالثة راح السي راح أوجد مشتقات المعادلة الأولى مرة بالنسبة إلى X مرة بالنسبة إلى Y، للمعادلة الثانية مرة بالنسبة إلى X مرة بالنسبة إلى Y. هنا عندنا شرط اسمه الكونفيرجنت، شرط الاقتراب. إذا إحنا جينا اختارين المعادلة الأولى X والمعادلة الثانية Y وجينا اختبرنا وطلع لي مجموع مشتقة الدالة F مطلق بالنسبة إلى X بالنقطة X I Y I زائد مشتقة الدالة G بالنسبة إلى X للنقطة X I Y I أقل من الواحد، أوكي بما أن اختيارنا صحيح. ولازم يتحقق أيضا الشرط مشتقة الدالة F بالنسبة إلى Y مطلق بالنسبة إلى X I Y I زائد مشتقة الدالة G على دي Y مطلقة بالنسبة لـ X I Y أقل من الواحد. هذني المعادلتين إذا تحققا اثنيناتهم أقل من الواحد معناته اختيارنا الدوال صحيح، وراح نوصل إلى جذور المعادلة. أما إذا اختل شرط الاقتراب عندي هنا لا، لازم شو أسوي؟ أرجع أغير صيغة المعادلة، راح أطلع من المعادلة الأولى اللي طلعت من X أطلع بدالات الـ Y، والمعادلة الثانية عكس المتغيرات اللي اشتغلناهن. من تحقق شرط الكونفيرجن بمعنى المعادلات مالتي اللي اختارتهن صحيحة راح أحولها على شكل اتريشن، كل شيء قبل المساواة يصير سب اي زائد واحد، كل شيء بعد المساواة يصير سب اي، والاي تبدا من صفر الى ما لا نهاية. راح نجي نعوض ستيب ستيب عندما اي صفر حتى حصل الاكس 1 باعتمادي على قيم الاكس نوت، عندما اي واحد حصل الاكس 2 باعتمادي على الاكس 1. راح نشوف هذا الاكزامبل اللي امامكم. عندي سولف ذا فولوينج سيستم، عندي معادلة اسمها F الـ X والـ Y تساوي الـ X تربيع زائد Y تربيع ناقص 25 يساوي صفر، و G X والـ Y يساوي X تربيع ناقص Y تربيع ناقص 7 يساوي صفر، والـ Initial Condition مالتي هي 3 والـ 4.
يعني الاكس نوت 3 والواي نوت 4. اجينا من المعادلة الأولى قلت راح أطلع واي التربيع يساوي 25 ناقص اكس تربيع، إذا واي يساوي جذر 25 ناقص اكس. هاي المعادلة الأولى طلعنا منها واي. من المعادلة الثانية ايش طلعت؟ طلعت اكس تربيع هي 7 زائد واي تربيع، إذا اكس يساوي جذر واي تربيع زائد 7. ايش راح أسوي؟ راح أجي أشتاق هن، أقول المعادلة هو دي اف على دي واي، دي اف العفو على دي اكس مشتقة المعادلة بالنسبة لإكس، ودي اف على دي واي ما عندي دالة واي إذا صفر، وأجي على المعادلة الثانية دي جي على دي اكس تساوي صفر لأن ما عندي شيء أشتق بالنسبة لها صفر، ودي جي على دي واي يساوي لي مشتقة الدالة هاي اللي هي 2 واي على جذر تربيع جذر واي تربيع زائد 7. اجيت من اشتقيتهن راح اجي اعوض بالانيشال كونديشن اللي هي الاكس نوت واي نوت بكل المشتقات، الصفر هي صفر تبقى والمعادلات الباقية نعوضهن. عوضنا دي اف على دي اكس، عوضنا بالمشتق اللي حصلنا طلع ناقص 3 على 4، دي اف على دي واي هي صفر تبقى، دي جي على دي اكس هي صفر، دي جي على دي واي عوضنا 3 4 على جذر 23. راح نجي نكمل الآلية مالتنا حسب قانون كونفرجن، دي اف على دي اكس زائد دي جي دي جي دي جي دي جي على دي اكس لازم تكون اقل من الواحد، هي تطلع لي بالفعل اقل من الواحد، ودي اف على دي واي زائد دي جي على دي واي تكون اقل من الواحد، اثنين تتحقق ان اقل من الواحد، اذا راح اخذ الخطوه الاخيره احول المعادله الاولى الى شكل اتريشن، مو طلعنا معادله بدايه الواي ومعادله ثانيه بدايه الاكس، كل شيء قبل المساواه سويته سب اي زائد واحد جذر 2 25 ناقص اكس اي تربيع لان اي بس على المتغير يكون، والاكس اي زائد واحد يساوي جذر واي تربيع زائد 7، والاي تبدا من الصفر راح ابدي اي صفر اتطلع الواي 1 باعتماد على الاكس نوت، ونفس الشيء اكس 1 باعتماد على قيمه الواي نوت احصل المعادله مالتي، اطلع الاي 1 حتى احصل الواي 2 باعتماد على الاكس 1، نفس الشيء طلع الـ X2 أوصلت الـ I3. هنا بالسؤال أريد منك أني 2 loops، ما منطيك absolute error، أريد منك 2 loops، فجي طلعت الـ X1 Y1 و X2 Y2 هذا الـ 2 loops اللي موجودة عندك بالنسبة إلى طريقة الـ Fixed Point Iterative. شكرا جزيلا.